الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتواصل وإياكم هذه البرنامج وهذا البرنامج رمضان في بلادي. انحلت كاميرا قناة صلاح الدين الفضائية في مصر المحمية مصر الكنانة مع حضرة وجناب الأستاذ الدكتور الداعية الإسلامي الشيخ أحمد كريمة. أهلا بكم ومرحبا في بلادكم، لا أقول الثانية، هي مصر الجناح مع العراق الحبيب، عراق الرشيد، عراق المنصور، عراق الطيبين. ولا ننسى أن العراق أسس الحضارة الإسلامية، وعلى هذا المنهاج الأزهر الشريف يتعانق مع أحبائه في العراق. سلمكم الله وحفظكم ورعاكم وأيدكم وسدد خطاكم جناب الشيخ. نعم. المعروف لا يعرف، لكن جنابك الكريم الآن أنت في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم الرمضاني الجميل، شيء عن سيرتكم وعلى يد من درست العلوم الشرعية حتى وصلت وقد نهلت الآن علومك إلى بقاع الأرض، فهل شيء من سيرتك العطرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الوهاب، اصطفى الأمة المسلمة لوراثة الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بما تقوم به من وظيفة وما تحمل من أمانة وما تؤديه من مهمات في دنيا الناس، لأنها الأمة الوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وبما تقيمه من موازين العدل والرحمة، وبما تمتلك من قيم الوحي السماوي السليم. والصلاة والسلام والبركات على النبي الأواب صلى الله عليه وسلم، مبلغ وحامل الكتاب، شفيع الأمة في يوم الحساب، صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وخلفائه الراشدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وأولياء الله الصالحين أجمعين. وبعد، فأنا أقل من أن يتحدث عني، فأنا مجرد خويدم للإسلام، لكن لا يفوتني في التقدمة إذا كنا نهلنا من علوم إسلامية سواء في أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية، فلن ننسى فضل الحضارة الإسلامية في العراق. الله يحفظك شيخ. لن ننسى أن بعد مدرسة مكة والمدينة انتقلت الريادة إلى العراق، والعراق أسس وأصل ونظر حضارة علمية رائدة. لا نغمضكم حقكم سيدي، الله يحفظك سيدنا. ففي علم النحو هناك مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وفي الفقه الإسلامي لن ننسى الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان الذي قال فيه الإمام الشافعي رضي الله عنهما: كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. لن ننسى بيت الحكمة في العراق والفلسفة، ولن ننسى أن الحركة العلمية التي تمثلت في تيارات سواء المعتزلة المرجئة إلى آخر التيارات، سواء فكرية أو مدارس فقهية إلى آخرها أو مدارس لغوية، فنحن في الأزهر الشريف الكتب التراثية لا ننسى أن جزءا أو قاسما كبيرا منها إنما ينتمي إلى أهل العراق.
وأداعبك وأبلغ تحياتي لأشقائنا في العراق. الله يحفظك شيخنا. نحن عندنا مثل في الريف المصري يقولون فلان متبغدد. متبغدد يعني يعيش مرفه. نعم. هم أرادوا بغداد. نعم. أما أيام ما كان يقف المنصور في شرفة قصره في العراق الحبيب ويقول للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. أنا أولا مواطن مصري قبيلتي الكونية أبو كريمة تنتمي إلى الصحابي الجليل، لكن نحن لسنا من الأشراف، لا ندعي شيئا ليس لنا. هو المقدام بن معدي كرب وجاء مع الفاتحين إلى مصر ومع سيدنا عمرو بن العاص واشترك في فتح مصر وفي اقتحام حصن بابليون، وأولاده اللي هو المقدام ابن معدي كرب سكنوا الصعيد الأعلى، ومن هنا كانت النسبة اللي هي أبو كريمة، لكن نحن في المدن يعني خففوا النطق قالوا كريمة، فأنا اسمي أحمد محمود عبد الله كريمة. نعم. وإذا رجعت إلى الوثائق القديمة في محفوظات العراق فلنا أقارب بس كانوا في الزمن القديم في العراق أبو كريمة. أنا نشأت في مدينة الجيزة وهي قبالة الفسطاط التي نظر إليها عمرو بن العاص وقال للصحابة رضي الله عنهم من جاز هذا النهر يقصد النيل فله جائزة فسميت الجيزة. ما شاء الله. نعم. مواليد 1951 من الميلاد. أنا في بداية أمري انخرطت في التعليم المدني في المرحلة الابتدائية فقط، ولكن كما يقال المحنة تولد المنحة. ما شاء الله. فقبل اختبار الانتقال من التعليم الابتدائي إلى المتوسط الإعدادي كان لابد من اجتياز اختبار شاق في هذا الوقت، فأصبت بالحمى. لا إله إلا الله. والحمى كانت سببا في منعي من التعليم المدني. أشار صديق والدي وكان أبي من رئيس عمال من الطبقة الكادحة المتوسطة، أشار إليه أن أتقدم إلى المرحلة المتوسطة الأزهرية شريطة حفظ ما تيسر من القرآن، فالله نقلني من التعليم المدني إلى التعليم الأزهري. ما شاء الله. فدرست على النظام القديم 4 سنوات المرحلة المتوسطة الإعدادي، ثم الثانوي الأزهري كان أيضا 4 سنوات. ما شاء الله. ثم ذهبت إلى الجامع الأزهر القديم، أنا دراستي مسجدية. ما شاء الله. فدرست في الجامع الأزهر القديم في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالبنين بالقاهرة، وهي كانت دراسة موسوعية. نعم. ما شاء الله. ما كانت تعرف التخصص. وكنا ندرس علوم أصول الدين، علوم الشريعة الإسلامية، علوم اللغة العربية وأدابها. ما شاء الله. وتخرجت مع أني كنت أعمل لأعول نفسي بتقدير جيد جدا، ولكن قدرا لم أعين في الجامعة وقتها، وعينت مدرسا ثانويا في مصر، ثم ذهبت إلى المملكة العربية السعودية في إعارة من الأزهر عام 1981 إلى عام 1981 في جامعة محمد ابن سعود، وهذا أعطاني أنني أطلع على الفكر السلفي في مطبخه، وقرأت في بواكير عمري هذا النهج السلفي أو المتسلف أفضل. ثم رجعت إلى مصر بعد 4 سنوات وشاء الله سبحانه وتعالى أن أخذ حقي، فوصلت الطريق الأكاديمي الدراسات العليا، تخصصت في الشريعة الإسلامية ثم التخصص الماجستير، دراسات العليا الدبلوم حصلت على جيد جدا، التخصص الماجستير في الفقه الإسلامي المقارن حصلت فيه على ممتاز، وثم درجة العالمية في الفقه المقارن الدكتوراه يعني ما شاء الله بمرتبة الشرف الأولى، ثم بعد ذلك ترقيت من مدرس إلى أستاذ مساعد، ومن أستاذ مساعد إلى الدرجة التي أحمل الآن الأستاذية في الفقه المقارن. ما شاء الله. ما شاء الله. ذهبت إلى سلطنة عمان ودرست الفقه
عدت إلى مصر وعزمت على إنشاء هذه المؤسسة التي تشرفونني فيها، مؤسسة التآلف بين الناس الخيرية لرأب الصدع ولإعادة المسلمين إلى لحمة. هو سماكم المسلمين، إن الدين عند الله الإسلام، تركتكم على المحجة البيضاء. ما شاء الله، فتح الله تعالى عليك فتوح العارفين شيخنا وبارك الله فيك. وهذه السيرة العطرة النيرة. جناب الشيخ، لرمضان المبارك له نفحات، نعم، وكذلك له أحواله في مصر العربية المباركة، نعم، فهل شيء من رمضان زمان ورمضان الآن؟ رمضان زمان عاصرته وأنا في مرحلة الصبا والشباب، ما شاء الله، كنا في الريف نستحي أن نغلق باب الدار قبيل أذان المغرب حتى إذا جاء ضيف أو عابر سبيل يدخل، ما شاء الله، وكان الرجال يفطرون في المسجد مع بعض. أنا بس أصحح معلومة، الإفطار عند المقصود به عند المصريين هم يريدون العشاء، لكن هذا خطأ. هو الإفطار كما نعلم في الشريعة هو أن تتناول رطبا أو تمرا أو حليبا أو ماء. نعم. وكنا نجتمع في المسجد، كنا نجتمع في المسجد. نعم. ونأتي إلى بيوتنا بعد ذلك بعد صلاة المغرب ونتعشى. المصريون لهم طقوس، يعني عفوا في الصراحة، أحوال لا تكاد تكون متفردة في العالم العربي بالذات، ما شاء الله. نعم. هذا الشعب فطري هو يحب الدين، ولا تنسى أثر الأزهر هنا 1080 سنة، ما شاء الله، 1080 سنة. وأنا في البداية قلت لا أغمضكم حقكم، فالكتب التراثية كانت نتاج العلماء في حضارة البصرة وحضارة الكوفة وحضارة بغداد وكذا. كان في تراحم، ولكن قبل غلبة الحياة المادية كان المصري يعيش بعرق الجبين وكد اليمين، ما شاء الله، وما كنا نعرف لا التسول ولا الإعانات ولا الهبات، وكنا نعيش على الطعام الخشن بعزة وكرامة. طبعا المصريون عندهم مسألة صنع أطعمة جاءت من الشام، وأيضا تأثرنا بالتوارث لما قدم الخليفة الفاطمي أو الحاكم الفاطمي أحسن، وأراد أن يذهب إلى المسجد، فأمسك له ما نسميه نحن فانوس ومصباح، وكان يجعلون فيه الشمع. فالشاهد ان هذا الشيء اصبح من الفلكلور المصري. بالاضافه الى اننا تاثرنا بالفقيه المصري الليث بن سعد رضي الله عنه، وكانت له قصه في العراق. فهذا الفقيه حينما ذهب الى دار الخلافه انذاك، وكان الخليفه المنصور قد دعب زوجته زبيدة وقال لها إن بت في ملكي فأنت طالق. قالت ما أين أذهب يا أمير المؤمنين؟ العراق في ملكك، والشام في ملكك، ومصر في ملكك، واليمن في ملكك. فأفتى الفقهاء آنذاك بأن الطلاق وقع. ندم الخليفة ندما شديدا، وقدرا أقبل أو قدم الليث بن سعد الإمام عليه رضوان الله، فقالوا للخليفة في فقيه مصري، قال أتوني به. فذهب إليه يبحث عن مخرج، وسلم عليه، قال ما تقول أنني قلت لزوجي إن بت في ملكي فأنت طالق؟ فتبسم، قال يا أمير المؤمنين مرها فالتبت في مسجد الله، بيت الله. قال ولما؟ قال أن المسجد وأن المساجد لله فهي ليست في ملكنا. ما شاء الله، ما شاء الله. فقال ما تطلب؟ قال لا أطلب شيء غير أنك تقدم مشروب اسمه القرفة، هذا يشربه القراء، للمقرأة في مسجد عمرو بن العاص. ما شاء الله. وبنسبة مسجد عمرو بن العاص لا ننسى شيخنا، ممكن نشوق المشاهد الكريم، أخذنا الفاصل بعدين نرجع على المسجد بإذن الله تعالى. تفضل. الله يحفظك شيخنا. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فلا تذهبوا عنا بعيدا.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أهلا بكم من جديد أحبتي الكرام، هذه الحلقة الخاصة والمميزة مع حضرة جناب الشيخ الداعية الإسلامي أستاذنا الأستاذ الجليل العارف بالله إن شاء الله شيخنا أحمد كريمة. مرحبا بك مرة أخرى، وأنت تسترسل بهذا الكلام الطيب المبارك، وقد وصلنا إلى مسجد سيدنا عمرو بن العاص. نعم. سيدنا، هذا المسجد يعتبر من الروابط ما بين العراق ومصر. ما شاء الله. أولا، هذا المسجد شهد مقدم الإمام الشافعي رضي الله عنه. رضي الله عنه والله. والإمام الشافعي كما هو معلوم كتب مذهبه القديم في العراق. ولما جاء إلى مصر وجد أحوال الناس تختلف. يعني العرف في مصر في بعض المسائل يختلف عن العرف في العراق. في العراق. فكتب مذهبه الجديد. فمن هنا نقول المصريون إذا ذكروا الآراء القديمة للشافعي قالوا هذا مذهب الشافعي في العراق. ما شاء الله. وإذا ذكروا الاجتهاد الجديد قالوا هذا فقه الشافعي للمصريين. بطبيعة الحال الروابط مشتركة كثيرة. الحمد لله. ولا ننسى أن العراق هي البوابة الشرقية الرئيسية للعرب. والله لا أجاملكم، أنا أعلم إن في نشامة وفي أماجد وأجاويد في العراق. الله يحفظك. رمضان كان بسيط، وأنا كنت أتعلم في الجامع الأزهر، وما كان عندنا ساعة من المال، لأن كان في حروب بيننا وبين إسرائيل، وتداعيات الحروب قضت على ثروة كثيرة من مصر. يعني حرب 1956، حرب 1967، ثم حرب 1973. لكن أنت سألتني عن رمضان في الماضي. كنا طلاب علم فقراء لكن أعزاء. ما شاء الله. ما جلسنا على موائد رحمن وما ذهبنا إلى أغنياء أبدا. ما شاء الله. وكنا نعيش على الكفاف. الله أكبر. وكنا نقنع وأهلنا في الريف المصري بذلك. كانت هناك بيوت بعض الأثرياء اللي بنسميه العمد، حاكم القرية، كان دائما يستضيف قارئا للقرآن الكريم طول ليالي رمضان، يقرأ بعد صلاة التراويح أو القيام. وكان يعقد مجلس علم صغير وتضار فيه الأطعمة والأشربة. هذا كان تقليد موجود عند المصريين. كان موجود تقليد كما قلت أن بعض الناس كان يرسل أولاده، يعني الأبناء الذكور، يلتمسون الضيوف من الطرقات. الله. ولا أقول أن هذا كان ثراء، لا، أكل الشعب عادي إن كانوا يحبون هذا الشيء. ما شاء الله. الأمر الآخر أن يعني كنا مثلا لما نستذكر البلاد التي نشأ فيها الأنبياء والرسل عليهم السلام، طبعا ده موضوع شرحه يطول، ويكفيكم أن طبعا سيدنا إبراهيم عليه السلام، ويكفي نينوى أن منها زنون سيدنا يونس عليه السلام، وكذا لو ذهبنا نعدد الأنبياء والرسل الذين خرجوا من العراق أو عاشوا في العراق أو ولدوا في العراق، يعني أمر شرحه يطول. كانت السير تقال في هذه المجالس الرمضانية. طبعا ما كان يوجد التلفزيون، كان يوجد الراديو، وليس في كل البيوت، يعني عند الوجهاء، وهذا كان يؤدي إلى ترابط المجتمع. يعني كيف يسمع الأحياء بالأذان شيخنا إذا الإفطار؟ نعم. الأحياء المجاورة التي لا تمتلك لا راديو ولا تلفزيون. لا، هو كان يصعد المؤذن على منارة المسجد. نعم. المأذنة. نعم. ويؤذن، وكان الأطفال والصبيان أمام باب المسجد، فإذا قال المؤذن في المغرب الله أكبر، الصياح والابتهاج والفرح. هذا بالنسبة للريف. بالنسبة للقاهرة كان في مدفع كبير اسموه المصريون فاطمة أو الحجة فاطمة، هو كان لي قصة.
أن الخليفة الفاطمي قدرا في رمضان كان يجرب مدفعا للحرب. سبحان الله. فهو قدرا في خطأ من الجندي فطلعت الرصاصة وقت أذان المغرب. سبحان الله. فالوجهاء والعلماء والفقهاء ظنوا أن الخليفة أمر بإطلاق المدفع إذانا بالمغرب والفطار. فذهبوا إليه بعد صلاة العشاء يشكرونه. نعم. فالرجل يعني هو ما كان مخطط هذا. قال يعني هذا الشيء أعجبكم؟ قال نعم أعجبنا. قال خلاص خلوه. الله. وصل إلى الآن وتوارثوه إلى الآن ما شاء الله. في القاهرة وفي عواصم المحافظة. وتسمية فاطمة لأنه من الدولة الفاطمية. لا هو كان بالضبط بالضبط. بطبيعة الحال الأمور بقى تغيرت. كأني بأبي البقاء الرندي حينما رث الأندلس. لما قال لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. الله. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءت وأيزان. إلى أن قال ما هذا التفرق في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان. الفضائيات ماذا تعرض للناس؟ الأفلام؟ مسرحيات؟ الله إثارة الغرائز. هل هذا الذي يتعايش به المسلم في رمضان؟ وأجهزة التواصل الحالية. قلت لك كان المذياع قليل وكانت الوزن معدوم. كنا نذهب إلى العمة وإلى الخالة وإلى الجارة وإلى الأخ وإلى وإلى ويعطوننا نقودا صغيرة ونفرح ونلف وندور عليهم وكذلك في الأعياد. مع الاتصالات والهواتف ما في ما عدد في زيارات. يعني النهاردة الآن تجد المواطن أسير للتلفزيون يتنقل ما بين عشرات ومئات القنوات. ثم الكارثة الكارثة أن إثارة الغرائز التي تتنافى مع الصيام اللهو تسمى ثقافة ويسموها ثقافة وتمدين وحداثة وعلمنة. لكن يا أخي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. لا إله إلا الله. جزاك الله ألف خير جناب الشيخ. المسلم الآن يتصور أن الصيام هو الانقطاع عن الطعام والشراب. لا فقط باسم صوم العوام. فماذا يوجه جنابكم؟ أقول ما قاله الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه في كتابه الماتع إحياء علوم الدين. قال الصوم على ثلاثة أنواع. صوم العوام. صوم الخواص. وصوم خواص الخواص. الامتناع الحسي عفوا يعني البهيمي هو الامتناع عن الأكل والشرب أو عن شهوتي البطن والفرج. وأما الخواص والامتناع عن الشواغل. أن يفعل الإنسان الواجبات والمندوبات. وأن يجتنب المحرمات والمكروهات. هذا صوم الخواص. وأما خواص الخواص رتبة عالية. أن يصوم القلب عما سوى الله عز وجل. الله. أنا أقول يا ليتنا نعود آمين إلى الله. التنوع الحضاري الفكري الذي ظهر في العراق والذي سار ويسير عليه الأزهر الشريف. جزاك الله خير جناب الشيخ. وهم أقاطعك على خير إن شاء الله. أخذ الفاصل أيضا سريعا بارك أيها الله الأحبة الكرام. فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا عنا بعيدا. فيما اختص به صلى الله عليه وسلم في ذاته بالآخرة بأنه أول من تنشق الأرض عنه وأول من يفيق من الصعقة وبأنه يحشر في 70,000 ملك فيحشر على البراق. أهلا بكم أحبتي من جديد. وهذه الحلقة مع حضرة جناب الشيخ الداعي الإسلامي أستاذنا الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد كريمة. جعل الله سبحانه وتعالى محشرك وإيانا والمشاهدين مع سيدنا أحمد يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الكرم على محياك وعلى يدك ولسانك إن شاء الله. جناب الشيخ قيل أن رمضان أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. نعم. كيف يطمئن المسلم لصيامه؟ بادئ ذي بدء وأجدد الترحيب والمحبة والمودة لمشاهدينا في العراق وخارج العراق. الله يحفظك شيخنا. ما رمضان أو شهر رمضان موسم المتقين.
وميدان المتسابقين ومغتسل التائبين الله ومتجر الصالحين. الله الله. رمضان معسكر إيماني لتجنيد الطاقات ولتعبئة الإرادات ولتقوية العزائم وشحذ الهمم لإدراك وتحصيل الآمال الكبار. نعت رمضان بنعوت كثيرة تدل على شرفه. شهر الصبر، شهر المواساة، شهر القرآن، شهر النبوة الخاتمة التي نغفل عنها، إن النبي اقرأ كانت ليلة القدر الأولى الخاصة بالنبي محمد في شهر رمضان في 17. رمضان تتجدد فيه الحياة كلها للمسلم، العقول بالعلم والمعرفة، والقلوب بالإيمان والتقوى، ما شاء الله، والمجتمع بالتواصل والترابط. من أجل الله ترك الإنسان المباح من المأكل والمشرب والشهوة الجنسية من أجل الله، ولذلك يرسل الله تعالى ملكا كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخسر. الله الله. الإنسان في رمضان يستشعر عدة آيات قرآنية. الله تعالى قال في الآية الأخيرة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال في الآية الأخيرة سبحان الله في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ما شاء الله. نحن نريد ثلاثة مناهج سلوكية: استبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا لا لا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماء والأرض. المسارعة والمنافسة والمسابقة في الخيرات. هذا العام في جائحة نشأ ننزل عليهم آية من السماء فتظل أعناقهم لها خاضعين. الله. الآية الرابعة من سورة الشعراء. الله أكبر. مكاسب الناس قلت ودخول الناس قلت، وقد قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام، من بات شبعان وجاره جائع فقد كفر بما أنزل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجوكم يا من آمنكم الله على الأموال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله. طعام الطعام، ومن فطر صائما كان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيئا. ابدأوا بقراكم وريفكم وبأحيائكم الشعبية في أي بلد، ولا تنسوا شعب فلسطين. الله. المحاصر الذي يجد صعوبة بالغة في مواده التموينية. أرجوكم أن تتوحدوا وتنزعوا لباس الفرقة والشحناء والبغضاء. أرجو أن المآسي والقواصف التي قصفت ظهورنا أن تغلق. أنا أقول لكل مسلم، دعك من الجنسية، الإسلام وطن في أي مكان، في باكستان، في الهند، في العراق، في أي مكان، أنا أقول: ما تقول لربك غدا حينما يسألك الله وإذا الموءودة سئلت، يسألك عن دم أخيك، يسألك عن
هذه الثروة التي استخلفك الله تعالى فيها، ما تقول لربك هذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لا إله إلا الله. أخي الكريم، من منبرك، منبر صلاح الدين، العزة والكرامة، الله يحفظك. والله أنا مسلم، أنا أقول في نفسي في أرض المحشر كيف أواجه سيدنا عمر بن الخطاب الذي استلم المسجد الأقصى وكتب العهد العمرية، وإذا لقينا سيدنا صلاح الدين الأيوبي، قل أين الأمانة التي سلمتكم إياها؟ ما تقولون لربكم غدا؟ ما تقولون لربكم غدا؟ أنا أقول الله قال في سورة الأنفال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، قال في سورة النساء لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مشروعي إصلاحي لإصلاح ذات البين، للتقريب المذهبي، للوحدة الإسلامية، نقضي على الشعوبية، لأن النبي تركنا تحت مظلة الإسلام صلى الله عليه وسلم وسمكم المسلمين في القرآن الكريم. نسأل الله أن يعيد اللحمة الإيمانية إن شاء الله. الوقت انتهى، ولا يبقى لدينا إلا أن نطمع بدعائك للعراق ولمصر ولجميع الأمة العربية والإسلامية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرسول، وارض اللهم عن آله الأطهار، ارض اللهم يا رب عن نسل الطالبيين والحارس ابن عبد المطلب والعباس ابن عبد المطلب جميعهم يا رب العالمين آل بيت النبي الأطهار، وعن الصحابة الأخيار من نعلم ومن لا نعلم ومن الله بهم أعلم، وعن أمهات المؤمنين الطاهرات سيداتنا خديجة وعائشة وحفصة وميمونة وجور إلى آخرهم. وارض اللهم عن الخلفاء الرشيدين المهديين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن. اللهم إنا نتوجه بك إليك باسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. اللهم اجعلها بردا وسلاما على المسلمين. آمين يا رب. اللهم اجعلها بردا وسلاما على المسلمين. آمين يا رب. اللهم احقن الدماء. اللهم احقن الدماء في العراق واليمن وفي سوريا وسيناء المصرية وليبيا ونيجيريا والصومال ومالي وبقاع العالم. اللهم احقن دماء المسلمين. أحسنت بدء الإسلام بالنبي محمد، فبكرامة النبي محمد أختم لنا بخير. حافظ على أموال المسلمين وعلى أعراض المسلمين، صد عنا الخونة، صد عنا العملاء، صد عنا من ماشوا في ركاب الذين يضمرون الشرور للمسلمين. واللي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا،
أحوالنا لا تخفى عليك يا رب. وتفرقنا وضعفنا ظاهر بين يديك يا رب. اللهم يا رب ألف ما بين هذه الأمة لم شعساها وصنع عرضها وحافظ على أموالها. ارزقنا نور العلم وبصيرة الفهم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب العالمين بارك في بلاد الإسلام وفي بلاد محمد في العراق شبه الجزيرة العربية واليمن والشام. بارك يا رب في مسلمي الهند والصين وباكستان وإيران. بارك يا رب في مصر والسودان بلاد الإسلامية في أفريقيا. بارك يا رب في كل من ينطق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احقن الدماء وصن الأعراض واحمي الممتلكات. اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة قدير. حفظكم الله وأواكم الله ورعاكم الله وسددكم الله، وبارك الله في بلاد الرافدين، بارك الله في بلاد الأولياء والعلماء والصالحين في عراقنا الحبيب، الرئة الكبرى والنافذة العظمى الشرقية للإسلام وللعرب وللمسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، خادم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ومؤسس ورئيس مؤسسة التآلف بين الناس الخيرية، أستاذ دكتور أحمد محمود كريمة، الجيزة، جمهورية مصر العربية. أكرمكم الله وفتح الله تعالى عليكم فتوح العارفين، وحشرنا وإياكم والسامعين والمشاهدين تحت لواء سيد المصطفى سيد الأولين والآخرين. جزاك الله خيرا بارك جزاء الله. وفتح بارك الله تعالى عليك ويلبسك كثير الصحة آمين والعافية خدمة لهذا الدين آمين. على هذا الحرص وعلى هذه الدموع التي سكبت إن شاء الله في ميزان حسنات جناب الشيخ، فتح الله تعالى عليك مرة أخرى وجزاك الله تعالى الخير كل بارك. لم يبقى لدينا أيها الأحبة الكرام إلا أن نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربنا على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.